السلام عليكم الغزالات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم على خير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم غادي ناخذكم معايا في هذا الفلوغ، فلوغ كذلك في الباديه. غادي نشوفوا الطريقه ديال تحضير الخبز يعني في الفرن البلدي بالحطب، وغادي نشوفوا يعني اشياء جميله في هذا الفلوغ. كنتمنى تعجبكم كيف ما انا عجبتني، والى عجبكم لا فيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وعلى بركه الله غادي نخليكم مع لا فيديو. حبيباتي، بغيت نهضر لكم على الفوائد الكثيرة ديال الحليب المعز، مع انها هي راها والدة سكينة وما كتشوفوا وليداتها قدامها. مي بغيت نوريكم بان يعني نحلبوا معكم حليب المعز، وغادي نوريه لكم علاش. لانه مهم جدا للجسم، مهم مهم مهم، وغني بالفيتامينات، وهو يعني تريبل ديال حليب البقر، وغني جدا خصوصا للأطفال. يعني الأطفال يكون عندهم فوق 3 سنوات، يعني مهم جدا. وهنايا هذا التور، هنايا تيعلف تياكل مسكين. جينا نشوفو حتى هو نراه بوحدو في واحد الجهة. Thank you.
معايا حبيباتي، غادي تشوفوا معايا يعني الفرن البلدي كيفاش يعني كيحميوه، كيقوموا بشعل النار فيه وتوضعوا يعني الحطب يعني في الداخل ديال الفرن، وكيخليوه حتى كيهبى يعني كيديروا ليه واحد الكم يعني من الحطب، وكيكون داك الحطب يعني جاف يابس، وتيخليوه يعني حتى كيرجع بحال شكل ديال الفخر بحال الفحم تماما، وتيهبى ما تيبقاش يعني داك النار بحال هكذاك. تيجيبوا واحد عندهم بحال المكنسة وهي مصنوعة، هاد المقطع تحدف ليا سمحوا لي عليه بزاف بزاف، يعني باش كيجمعوا داك الرماد او داك الفحم كما قلت لواحد الجه، وبحال تنقولوا حنا يعني تيشطبوا الفرن يعني من داك يعني الفحم وداك الرماد، يعني تيخليو العافية غير في واحد الجهة فقط كما تتشوفوا، تيكونوا مصوبينها من العشب يعني الطبيعي، وتيبقاو يفزقوها في السطل ديال الماء وتيمسحوا بها الفرن حتى كيرجعوا داك يعني كما كتشوفوا النار يعني او الفحم اي في واحد الجهة، يعني داك الحطب كيولي كامل على شكل رماد وفحم. ودابا الاخت عايشة كترمي لنا الخبز في الفرن، الله يعطيها الصحة الله يعطيك الصحة أختي عائشة من هذا المنبر، تنشكرك بزاف. وهنا هانتوما كتشوفوا ما شاء الله الفرن كبير يعني تيهز واحد كمية يعني من الخبز، وكتجي صدقوني رائعة، ويعني فيها داك الخميرة بلدية، ويعني كيوضعوا لها القليل من الخميرة يعني الخميرة الفورية او الخميرة اللي تنستعملو احنا في العجين ديالنا، مي ضروري هما تيديرو الخميرة، تيعتمدو الخميرة البلدية، وتجي فيها واحد المذاق رائع ما شاء الله. وانتو ما كتشوفو قدامكم يعني كل شيء طبيعي، لا فيديو شارح نفسه. ودابا غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الخبز البلدي، ما شاء الله كتجي رائعة، وواحد المذاق وواحد الرائحة ديال الخبز روعة روعة روعة، صدقوني كيجي رائع يعني الخبز يعني بالحطب ويعني بالخميرة البلدية تيجي ولا أروع. وكنتمنى لا فيديو يعجبكم ديال اليوم، وما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس، شكرا لكم بزاف.